مرحبا بكم أحبائي الطلبة، معكم المدرسة رام غصن في درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان الفعل الصحيح والفعل المعتل. الفعل الصحيح وهو الفعل الذي خلت حروفه الأصلية من أحرف العلة. عندما نقول حفظ الطالب القصيدة، فالفعل هنا الفعل الصحيح هنا حفظ، لأنه خال من الأحرف العلة. الفعل الثاني هنا الفعل المعتل، وهو الفعل الذي كانت أحد حروفه الأصلية أحرف علة. أحرف العلة الألف والواو والياء، الواو الساكنة أو الياء الساكنة. لدي بعض من الأمثلة عما الخير بلادنا. في هذا المثال نستطيع أن نقول الفعل عما هو فعل صحيح، بالمثابرة تهون الصعاب. في هذا المثال الفعل هنا تهون هو فعل معتل، لأنه احتوى على حرف علة وهو الواو. في المثال الثالث مع نبني الحياة محبة، في هذا المثال الفعل المعتل هنا نبني لأنه أتى حرف العلة الياء في نهاية الكلام. أنواع الفعل الصحيح، لدي الفعل الصحيح المهمو السالم، وهو الفعل الذي خلت حروفه الأصلية من الهمزة والتضعيف. النوع الثاني الفعل الصحيح المهموز، هو الفعل الذي كانت حروفه الأصلية تحتوي على الهمزة، عندما نقول سأل أو قرأ فهو صحيح مهموس، سواء أتت الهمزة في بداية الكلام أو وسطه أو آخره. عندما أقول النوع الثالث من أنواع الفعل الصحيح، الصحيح المضعف، وهو الفعل الذي كانت أحد أحرفه مضعفة، عندما أقول مد أو شد. لدينا بعض من الأمثلة. قال الشاعر عبد الرحمن حيدر: يزهو التعاون في الحياة محبة، غمرت قلوب الناس بالبسمات. في هذا المثال الفعل الصحيح غمرت هو صحيح سالم، لأنه خال من الهمزة والتضعيف. في المثال الثاني ويضمنا روض السعادة كلنا قلبا يرف هوى مع الخفقات. إذا أردنا استخراج الفعل الصحيح يضم، فهو صحيح مضعف لأنه احتوى على حرف مضعف أي مشدد، والفعل أيضا يرف هو فعل مضعف صحيح مضعف. قال الشاعر سعيد عقل: قرأت مجدك في الكتب وفي في قلبي وفي الكتب، شآم المجد أنت المجد لم يغب. في هذا المثال الفعل الصحيح هنا قرأت هو فعل صحيح مهموز، لأنه احتوى على الهمزة. ننتقل أيضا إلى الفعل المعتل، كما تعرفنا عليه سابقا هو الفعل الذي احتوت أو كانت أحد حروفه الأصلية أحرف علة، أحرف العلة ألف واو، الواو الساكنة أو الياء الساكنة. لدي ثلاث أنواع من الفعل المعتل. المعتل مثال، وهو ما كان أوله حرف علة. معتل الوسط، ما كان وسطه حرف علة. المعتل الناقص، ما كان آخره حرف علة. لدينا بعض من الأبيات الشعرية: بالحب نصنع ما نشاء من العلا وتذوب فيه فوارق الطبقات. في هذا المثال الفعل المعتل هنا نشاء معتل الأجواف، وأيضا تذوب هو أيضا معتل الأجواف، لأنه أتى حرف العلة في وسط الكلام هو الواو. الفعل الثاني في البيت الثاني: إن معا نبني الحياة جميلة بتآلف وتعاون وصلات. الفعل هنا نبني هو فعل معتل الآخر. سأمت من المواصلة العتابة العتابة، وأمس الشيب قد ورث الشباب. في هذا المثال الفعل المعتل أمس هو فعل ناقص، وأيضا ورث هو فعل معتل مثال، لأنه أتى حرف العلة في بداية الكلام. لدينا بعض من التدريبات اللغوية. أصنف الأفعال الآتية وفق الجدول. باع هنا نستطيع أن نقول هو فعل معتل أجوف، لأنه أتى حرف العلة في وسط الكلام. الفعل سقى أيضا هو فعل معتل معتل ناقص، لأنه أتى حرف العلة في نهاية الكلام، حرف العلة هنا الألف. وصل أيضا هنا معتل مثال، معتل مثال لأن حرف الواو أتى في بداية الكلام.
وأيضا قام معتل أجوف، وقف معتل مثال، ورمى معتل ناقص. إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. أتمنى الفائدة للجميع وشكرا.